ليست هذه الصورة في إحدى المدن الإيطالية المشهورة، وليس تقليداً ديكورياً في فيلم من أفلام هوليوود. إنها غزة وهي تغرق. قطاع غزة، تلك البقعة الصغيرة التي تحوي واحدة من أكبر مناطق الكثافة السكانية في العالم، وصورة على أرض الواقع هي الأكثر تعبيراً عن الكلام. عفواً، ليست صورة على أرض الواقع، وإنما ماء على الواقع. صارت المية تدخل علينا من الشارع وتبزبز برضو، رفعت بعض القزايز من المجاري ومن الجدران، من الحيطان يعني، تخش علينا، وزائد اللي فوق اللي قبل البرد لأنه جمع سكر قنوات الاسبست والزينكو، فصار يسيل علينا من فوق ومن تحت. اللي صار من حد ما اشتدت المية المطر الساعة 12 الليل ليلة الجمعة، المطر صار السقف وهر علينا من فوق، والمية المجاري والشوارع تب، صاروا الناس يصوتوا ويصرخوا، اطلعوا يا درب السعيد اطلعوا، طلعنا لعند يمكن نص متر، هذا بولادنا بالتلج، احنا اولادنا كانوا على التخت عايم مية. نعم، كانت هذه الاماكن هكذا قبل ان تغمرها مياه الامطار المتساقطة مختلطة بمياه الصرف الصحي التي فاضت على البيوت وعلى كل شيء نتيجة توقف محطات الضخ التي توقفت بدورها نتيجة عدم توفر المحروقات لتشغيلها. فيضانات نفق خلالها كل شيء، النور والأمل القاطن في قلوب أطفال كانوا يلهون بحاراتهم التي وعوا عليها، وأحلام الكبار ببيت يلم شملهم ومن يحبون. كلها تدمرت، هو الغرق. غرقت البيوت وما فيها كله، وكاد يغرق كل من فيها أيضا. البيوت أصبحت كأطلال على جزيرة نائية تبحث عن ساكنين. حتى صوت الطيور في الصباح ما عاد، فلقد أبت الرحيل أو أنها ما استطاعت إليه سبيلا، فغرقت صامتة في أعشاشها. فيضانات مجاري دخلت على بيتي وإحنا نايمين، هدمت علينا الجدار وهدمت علينا باب المنزل، ودخلت على أولادي وهم نايمين غافلين، يعني في أي لحظة ممكن أنا تنزل علي البيت، أنا وأولادي ينزلوا الحيطان علي كلهم، فماذا أفعل؟ أنا واللي بيشوف الصورة هذه بناجد ربي، كل إنسان بيشوفنا يحن عليه. فهبت مؤسسة العون الإسلامي الأسترالي لنجدة هؤلاء المنكوبين. فقدمت المؤسسة المساعدات العينية الملحة كمساعدة طارئة لتبقي من بقي ومن تشرد من أهل غزة على قيد الحياة. فقامت بتوزيع اسطوانات غاز للإنارة ولطهو الطعام على عشرات الأسر المتضررة جراء هذا السيل الجارف من المياه العادمة، وقدمت الدفء عبر غطاء في جو أقل ما يقال فيه أنه قارص، رغم عدم توفر الفراش لمن خاصم النوم عيونهم لأيام، وسخان مياه لتسخين الماء كعنصر مساند في ظل نفاذ غاز الطهو. وكلمة الشكر لن تفي أبدا، فربما يكون السكوت أبلغ. بأشكر مؤسسة العون الإسلامي الأسترالي على ما قدمته لنا من مساعدة عينية، وهي بسيطة لكن بقيمتها كبيرة، إنه الطاقم الفني زارنا في وقت الحدث وكان بواسينا يعني، والحمد لله رب العالمين. نشكر العون الإسلامي الأسترالي اللي قدم لنا هذه المساعدة. نشكر المؤسسة التي قدمت لنا الكابون. بنشكر هذا الدعم اللي جانا من هذه الجمعية أو المؤسسة اللي قدمت لنا هذه الحاجات، وبعدين اللي احنا كمان عرفنا إن في مؤسسة برضو بتخدم الناس الغرقانين والناس التعبانين والناس، يعني إنه احنا في بالهم. أنا بأشكر العون الإسلامي الأسترالي على ما قدمه لنا، وهو عبارة عن شمبر وكمكم ماء ساخن
ولحاف. بشكرهم على المساعدة اللي قدموا لي، بس بنطلب إنه البيت، لأنه كل سنة أنا مش بس الناس كلها عامة، بس أنا إلي 13 سنة على العام هذا، من يوم ما ارتفع عن الشوارع وأنا بيتي بغرق الغرق هذا، بس بغرقش بالصورة هذه ليصل نص الشباك من فوق، لأنه ولا حاجة استعوضناها للعوض فوجها الله أفضل من كل شيء. نشكر العون الإسلامي الأسترالي على الكابونة اللي قدموها للناس مساعدة. احنا بنشكر مؤسسة العون الإسلامي الأسترالي على المساعدة اللي قدمت لنا إياها، لكن احنا نتمنى من الله ومنكم انكم تساعدونا أكثر، يعني لو بقى مساعدة بسيطة بس لرفع بيوتنا. نشكر العون الإسلامي الأسترالي على هذه الخدمة، خدموا الشعب فيها. بشكر مؤسسة العون الأسترالي على ما قدمت، إنه هو إشي بسيط لكن في عنا إشي كبير. أنا أشكر العون الإسلامي الأسترالي على هذه الكابونة أن الناس الغرقانة. نشكر مؤسسة العون الإسلامي الأسترالي اللي قدمتنا المعونة. نشكر مؤسسة العون الإسلامي الأسترالي على هذه الخدمة. شكراً إنه قدموا الكابونة. وكما يبدأ الغيث بقطرة، فإن هذه المساعدة الطارئة هي أول الغيث القادم، والذي يشمل الفراش وصبات التدفئة والمواد الغذائية وأدوات الإسعافات الأولية وتأهيل البيوت للسكن عبر ترميمها وإصلاح كل تالف فيها. وما زال العطاء مستمراً كي يستفيق أطفال غزة على صباح جميل ملؤه الحياة والطفولة والركض لعباً والأمل، لا على مياه تغمر رؤوسهم والركض خوفا من الموت غرقا، هذا طبعا إن استفاقوا أصلا.